اشرح لي بس يعني ايه نصدق انه الحكايه فيها ان او انه العلبه فيها فيل؟ ان تكون الحكايه مدبره لصالح اللي عايزين يضخوا فلوس فمكاسب خرافيه دون قواعد ودون الزام بتنظيف الصناعه. والا انظروا لكل انديه العالم. اللي حضرتك بتقوله ده يعني ينطبق عليه مقوله تواطؤ، انا اسف في اللفظ، بس اذا كنت حضرتك بتتكلم مش بس على صناعه امن قومي لكن كمان بتكلم على استثمارات طبعا تدر طبعا المليارات، ولنا في تجارب كتيره جدا اسوه حسنه، وقبل المليارات بقى توفير فرص عمل. ومع احترامي مش للنجوم الغوالي لان دول حقهم ياخدوا اعلى حاجه لان ده فارس اللي بيجري في السبق نفسه، لكن الشباب يا رجل، توفير ما لا يقل عن 1.5 مليون بحسبة اقتصادية، فرصة عمل كل موسمين متلاحمين من أبو 6000 و7000 تكفيه لما بعد حد الكفاف. وبالتالي انت عايزين ايه بالظبط؟ انتوا ليه رايحين السكة دي؟ عشان ايه وليه؟ الآن بطولة أوروبا اتلعبت، السوبر الأوروبي، التفكير في اللعب ب30000 متفرج وأنت لا تحرك ساكنا. إنما احنا هنخاطب مين بقى؟ هنخاطب الحكومة المصرية. ليه؟ لأن الحكومة قررت من فترة، يمكن مش بإعلان إنما كما مناحي الحياة الأخرى في استثمارات أخرى، أن كرة القدم مصانعها لازم تدور. والدليل إن هي اللي لقت الحل في إعادة الدوري، أولا إعادة لوجه مصر الحضاري المشرق الصناعي الأمني، وبدأ بعدها بأسبوع وراجعني حضرتك وكل الزملاء تيجي ثلاث طيارات للغردقة وشرم الشيخ، تخيل. لأنه وانت عندك الصناعة دي شغالة مين مش عايز يخرج مادام فتح عنده الطيران؟ أيوه. طيب الحكومة المصرية بتسعى في ده، وده دليل انها قدمت للفيفا انها عايزة اتحاد يأتي ليكمل مسيرة مصر في مناحي اخرى، وبالتالي بقى عندنا اتحاد مش شبه بقى زي كل الاتحادات الخمسة الكبار. طب وترجمتها بالعربي، الاتحاد اللي جاي ده خليه يعني نفرد له حلقه جاي، ده انا قصدي اللجنه انها كانت تقصد اللجنه الخماسيه انها كانت توضب الارض. وممكن معلش برضو عشان يبقى حق الرد مكفول، وطبعا احنا يعني سعداء باي حد يتواصل معنا، لكن حد يقول لك والله انا لجنه مؤقته وتم مد عملي لانه لم استطع بسبب ظروف الكورونا، وبالتالي ما تحملنيش اكتر من طاقتي وما تشيلنيش مسؤوليه اكبر من مسؤولياتي، يعني انا جايب مهمه مكلف بيها من قبل الفيفا. السلام عليكم. وعليكم السلام. تمهيد الارض انا مش طالب منه، احنا مش عايزين حد على فكره يجود، احنا عايزين حد بس يحط الواحد جنب اثنين فيساوي ثلاثة، او يكمل من واحد لعشرة. حاجات معلومه يعني، ما يعملش زي الرسم البياني ورسم القلب اللي كان زمان ده في الافلام والبتاع بتعمل كده الزجزاج ده. ليه؟ لانه لو ترجم الخمسه الكبار المية اعضاء الاتحاد الاوروبي او ال 200 وحاجه اعضاء الاتحاد الدولي كلهم، الفرق بينهم اللغه، عدد الاتحاد، رابطه انديه محترفه، المسوقين بتوعها واعضائها، هو اللي زي ما بيحط سيرته الذاتيه قدامك بيقول انا عايز اخد كام لاني هدخل لك كام. مش حكايه نوزعها على بعض ويبقى اسمها لجنه ونجيب الاستاذ احمد بقى راجل برضه من الكوره حبيبك برضه يا كابتن عصام. أيوة. انا بقول لك فيجيبونا بقى وانا مستشار كذا وانت مستشار تسويق وكذا، لا عايزين نبقى النسخه دي.